الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما مثال على تعظيم المنفعة Utility Maximization، وعلى بركة الله نبدأ. الآن لنفترض وجود البيانات الآتية عن مستهلك ما والكمية quantity التي قد يستهلكها من البرتقال أورنج، ويرمز لها بالحرف O وباللون البرتقالي حتى تتذكر حبيب المتابع والطالب، والتفاح اللي هو أبل يرمز لها بالرمز A وباللون الأخضر طبعا، وأسعارها ومستويات المنفعة utility التي يحصل عليها من هاتين سرعتين. الآن هذه الوحدات نبدأ بوحدة واحدة اثنتين ثلاث إلى أن ننتهي بسبعة. هاي الآن المنفعة الكلية total utility، المنفعة الكلية من البرتقال. إذا استهلك المستهلك، إذا قام المستهلك بشراء وحدة واحدة من البرتقال استهلكها، فإنه يستمد 60 وحدة من المنفعة. إذا وحدتين بيكون التوتال يوتيليتي أو المنفعة الكلية تساوي 108 وحدات، ثلاثة 138 وهكذا. ولو على سبيل المثال اشترى 6 وحدات من البرتقال، مجموع المنفعة الكلية التي يحصل عليها 160 وحدة، حتى ولو اشترى 7 فإن أعظم كمية من المنفعة يحصل عليها 166، فهناك ليس هناك زيادة بين الوحدة السادسة والوحدة السابعة. أما بالنسبة للتفاح فالمنفعة الكلية المستمدة من، إذا استهلك وحدة واحدة بكون المنفعة الكلية 44 وحدة، إذا استهلك وحدتين 76 وحدة، وهكذا إلى أن ننتهي من الوحدة السابعة. إذا قام بشراء واستهلاك 7 وحدات فإنه يحصل على منفعة كلية مقدارها 152 وحدة. الآن لنفترض بأن سعر البرتقال Price of Oranges، هنا P sub Oranges اللي هي سعر البرتقال، يساوي 6 دراهم لكل وحدة. لنفترض بأنه بالصندوق أو بالكيلوغرام أو بالباوند أو مهما كانت وحدات القياس، المهم المبدأ يهمنا. فسعر البرتقال 6 دراهم، سعر التفاح يساوي 4 دراهم، والدخل المتاح لهذا المستهلك 34 درهم. هنا أكرر، هذا سعر البرتقال، هذا سعر التفاح، وهذا دخل المستهلك اللي هو القيد. في هذه الحالة تكون معادلة قيد الدخل اللي هو قيد الموازنة income or budget constraint كما يأتي: حاصل ضرب كمية البرتقال في سعرها مضاف إلها كمية التفاح في سعر التفاح يساوي الدخل. فهو OP بسعر، طبعا O في PO زائد A في PH يساوي income. لو ترجمنا ذلك من هذه الأرقام بيكون بالحالة هاي 6O، 6 هنا السعر، زائد 4A السعر هنا، يساوي 34 اللي هو الدخل income. هذه المعادلة يجب أن تتحقق عند وصول هذا المستهلك إلى أعظم منفعة ممكنة. نتابع. المطلوب الآن حساب أعظم مستوى منفعة يصل إليه المستهلك إذا كان سعر الأورانجز أو البرتقال يساوي 6 دراهم، وسعر التفاح بي أوف أبل يساوي 4 دراهم، والإنكم أو دخل المستهلك يساوي 34 درهم. شرط تعظيم المنفعة يستوجب ماذا؟ يستوجب أن تكون الآن المنفعة الحدية من البرتقال مقسم على سعر البرتقال يساوي المنفعة الحدية للتفاح مقسم على سعر التفاح، هنا MU sub O اللي هي the marginal utility of orange أو from orange، المنفعة marginal utility، المنفعة الحدية من البرتقال مقسم على سعر البرتقال يساوي المنفعة الحدية من التفاح ومقسم على سعر التفاح. لو كان عندي 10 سلع الآن بكون 10 متساويات هنا، لأن لدينا فقط سلعتان هما التفاح والبرتقال، وبالتالي حاصل قسمة المنفعة الحدية من البرتقال مقسم على سعر البرتقال يجب أن يساوي المنفعة الحدية من التفاح مقسم على سعر التفاح، ويجب أن تتحقق هذه المعادلة: سعر البرتقال في كمية البرتقال مضاف إلها سعر التفاح مضروب في كمية التفاح تساوي فقط 34 وهو الدخل المتاح. إذن هذه المنفعة الحدية من البرتقال هنا M sub U، وهذه M sub O، هنا M sub A المنفعة الحدية من التفاح،
وهذه المعادلة يجب أن تتحقق حتى يصل المستهلك إلى أعظم منفعة ممكنة. نتابع هذه الكمية الآن. بنلاحظ هنا يعني أعدنا كتابة الجدول هذا الكميات من 1 إلى 7، وهنا المنفعة الكلية من البرتقال الذي ذكرناه قبل قليل، وهنا المنفعة الكلية من التفاح الذي ذكرناه قبل قليل. لاحظوا لي كيف يعني ترتفع المنفعة، ما عدا هنا الحالة الاستثنائية أنه إذا قام المستهلك بشراء 6 وحدات أو 7 وحدات فإنه لا يحصل على أكثر من 166 وحدة منفعة كلية. نتابع الآن الكمية هذه كررناها. هنا الآن المنفعة الحدية، كيف نحصل على المنفعة الحدية؟ نطرح 108، نبدأ يعني من عند الوحدة الثانية، لأنه هنا 60 ليس قبلها شيء، وبالتالي تصبح فراغا هنا. فمية وثمانية مطروح منها 60، بعطيني بالحالة هاي الفرق بيناتهم 48، ثم 138 مطروح منها 108، بعطيني 30 وحدة هنا. 18 حصلنا عليها الفرق بين 156 ل 138، وهكذا إلى أن ننتهي 166 مطروح منها 166 يساوي 0. فإذا هذه المنفعة الحدية، إذا قمنا بتقسيم المنافع الحدية التي نحصل عليها على سعر السلعة نحصل على ما يلي: المنفعة الحدية من البرتقال مقسم على سعره، هاي طبعا ليس لها وجود، 8 اللي هو 48 مقسم على 6 يساوي 8، 30 مقسم على 6 يساوي 5. لو السعر أذكركم بالسعر، بأن سعر البرتقال 6، وبالتالي هنا قسمنا على 6، 18 على 6 يساوي 3، 6 على 6 يساوي 1، 4 على 6 يساوي فاصلة 6 6 7 تقريبا 67%، وأخيرا 0 لأنه حصل على 0 منفعة، وبالتالي هون بيكون منفعة الحدية 0. أما الآن بالنسبة للمنفعة الحدية من التفاح كيف نحصل عليها؟ نطرح الآن 76 نطرح منها 44 بعطينا 32، هذه 76 مطروح منها 44 بعطينا 32، والآن 100 مطروح منها 76 عطانا 24، وهكذا البقية إلى أن انتهينا. 152 مطروح منها 142 تعطينا 4. عندما قسمنا المنافع الحدية من التفاح على سعر التفاح وهو 4 تعطيني هذه القيم 8 6 5، إلى أن ننتهي. لاحظوا المقسم على 4، 32 مقسم على 4 يساوي 8، 24 على 4 يساوي 6، 20 على 4 يساوي 5، 16 على 4 يساوي 4، 12 على 4 يساوي 3، و4 على 4 يساوي 1. إذن الآن لاحظوا لي بأن حاصل قسمة المنفعة الحدية من البرتقال على سعر البرتقال، وهنا حاصل قسمة المنفعة الحدية من التفاح على سعر التفاح. لاحظوا لي وين أوجه التشابه فيها، سنعيدها بعد قليل. الآن ننتقل للشريحة الأخيرة أو قبل الأخيرة. طبعا هنا التشابه، لاحظوا لي هنا حاصل قسمة المنفعة الحدية من البرتقال 1، طبعا قسم على سعره يساوي كذلك أمر هنا 1. لاحظوا لي يعني المنفعة الحدية هون margin utility of orange مقسم على سعر الأورنج، هنا مارجن يوتيليتي أو المنفعة الحدية من البرتقال مقسم على سعر البرتقال يساوي 1 في هذه الحالة أقل حاجة، وتساوي هنا المارجن يوتيليتي أو المنفعة الحدية من التفاح مقسم على سعر التفاح يساوي 1 صحيح. الحالة الثانية مشابهة، 3 مع 3، وآخر حالة 5 متشابه مع 5، أيهما نختار حتى يتحقق هذا الشرط وهذا الشرط؟ الآن بسيطة، هنا في عندي 3 كميات من البرتقال متشابهة مع 3 كميات من التفاح التي تحقق هذا الشرط، لكن هذا شرط ضروري جدا. هنا هذا شرط ضروري، لكن هذا الشرط الكافي أنه حاصل ضرب السعر بالكمية زائد السعر في الكمية يساوي 34 اللي هو دخل المستهلك. نتابع المطلوب حساب عظم مستوى منفعة يصل إليه المستهلك إذا كان هذا الحكي كررناه. لاحظوا لي هنا عدنا كتابتها، وبالتالي المنفعة الحدية هنا والمنفعة الحدية، لاحظوا لي التشابه هنا، هاي الآن 1 مقابل 1، 3 مقابل 3، و5 مقابل 5. نقوم الآن باختيار كل كمية، نبدأ بالأقل هنا. افترض أنه الآن هذه نختار 1 مع مقابل 1، ما هي الكمية من البرتقال؟ بتكون عندي 5 وحدات من البرتقال مضروبة الآن، طبعا شرط عظيم المنفعة يستوجب أنه الآن السعر في الكمية زائد السعر في الكمية يساوي 34. لنفترض الآن بأن الآن 5 في 6، يعني بمعنى آخر
هذه الكمية من البرتقال مضروب في سعرها زائد الواحد الأخير هذا تبع التفاح مقابل 7 وحدات، لاحظوا لي، فيساوي 7 ضرب 4، إذا المجموع 58، وبالتالي لا، هذه التوليفة غير مقبولة. الواحد والواحد هنا طبعا يعني المقصود فيها التوليفة 5 من البرتقال و7 من التفاح غير مقبولة، لأنه بكون الدخل عالي جدا المطلوب حتى نحققها، لأنه بكون أكبر من 34، وبالتالي هذه التوليفة فشلت. دعنا نجرب الثاني اللي هي 3 مقابل 3. 3 مقابل ماذا الآن؟ المنفعة الحدية من البرتقال مقسمة على سعرها مقابل 4 وحدات أو 4 وحدات من البرتقال، وهنا 3 مقابل 6 وحدات. لما نضربها الآن 4 في 6 زائد 6 في 4 يساوي 48، هون 24 زائد 24 يساوي 48، وهي أعلى من ال 34، ما يعني بأن هذه التوليفة فشلت أيضا. الآن دعنا نجرب التوليفة الأخيرة وهي 5 و5، هذه 5 مقابل 3 وهذه 5 مقابل 4، لاحظوا لي 5 في 3 الآن، لاحظوا لي 3 في 6، طبعا 3 وحدات، ها، في 6 السعر زائد 4، هنا 5 هذه مقابل 4 وحدات، 4 في 4 يساوي بالحالة 18 زائد 16 يساوي 34، وهي الوحدة الصحيحة، بمعنى آخر بأن على المستهلك حتى يعظم منفعته أن يستهلك 3 وحدات من البرتقال و4 وحدات من التفاح حتى يتحقق ذلك. بالحالة هاي بكون أعظم منفعة هنا هي 5 يعني مقابل 3 من البرتقال، وهذه 5 مقابل 4 من التفاح، بكون بالحالة هاي التمثيل بياني وأعظم مستوى منفعة كما يلي. هنا على المحور الأفقي كمية البرتقال، المحور العمودي كمية التفاح، وهذا ما يسمى بقيد الدخل. لو أنه قام المستهلك بإنفاق كل ما لديه على البرتقال فإنه سيحصل على 5.67 من هذا اللي هي أعظم كمية يمكن شراؤها من البرتقال. أما إذا قام بإنفاق كل الدخل على التفاح فإن أعظم كمية بتكون 8.5 وحدات، هذه أعظم كمية يمكن شراؤها من التفاح، لكن الكمية التي يختارها هي الكمية التي تعظم منفعته، وهي مقابل، لاحظوا لي هاي النقطة، هذا اللي هو الاندفرنس كيرف بنسميه احنا منحنى السواء، وبالتالي بكون 3 وحدات من البرتقال 4 وحدات من التفاح، هنا 3 و4 التوليفة. لو نعيد لو سمحتوا لي بس كتابة الكميات والمنفعة الكلية من البرتقال هنا والتفاح هنا، فلأنه بده يستهلك الآن 3 وحدات برتقال أعظم منفعة يحصل عليها 138 زائد 4 وحدات من التفاح بكون أعظم منفعة يستمدها 120، نجمعهم 2 بكون بالحالة هاي المنفعة الكلية من توليفة البرتقال والتفاح تساوي 258 وحدة، أي أن الآن هنا لاحظوا لي 138-128 توتال يوتيليتي، هاي TU توتال يوتيليتي من الأورنج والأبل تساوي 258. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة المرجوة أحبتي جميعا حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.